اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، تحياتكم من العاصمه ابو ظبي، كل عام وانتم بخير ومبارك نعيدكم وعساكم من عواده كل سنه وكل حول. والبدايه بابرز العناوين. رئيس الدولة ونائباه يتلقون برقية تهنئة بعيد الأضحى من قادة الدول العربية والإسلامية. ومنصور بن زايد وخالد بن محمد بن زايد يستقبلان أولياء العهود ونواب الحكام والشيوخ والمهنئين بعيد الأضحى المبارك. أهلا بكم. هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله الشعوب العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة إكس: أهنئ أخواني الحكام والمواطنين والمقيمين والشعوب العربية والإسلامية كافة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يديم على الإمارات الخير والعزة والنماء وينعم على منطقتنا والعالم أجمع بالأمن والاستقرار والسلام. تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقيات تهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية. كما تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيات تهنئة مماثلة بمناسبة عيد الأضحى المبارك من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء ورؤساء حكومات الدول العربية والإسلامية. تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وفخامة رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية خلال اتصال هاتفي التهاني وأطيب الأمنيات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة على البلدين وشعبيهما بالخير واليمن والبركات. كما عرب سموه ورئيس التركي عن تمنيتهما أن ينعم الله تعالى على الشعوب الإسلامية والعالم أجمع بالأمن والسلام والازدهار. هنأ سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وقال سموه عبر حسابه الرسمي في منصة إكس: أهنئ رئيس الدولة وحكام الإمارات وشعبها والمقيمين فيها بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وأسأل الله تعالى أن يعيد هذه الأيام المباركة عليهم بالخير واليمن والبركات، وأن ينعم على الشعوب الإسلامية والعالم أجمع بالسلام والرخاء والازدهار. استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي اليوم سمو أولياء العهود ونواب الحكام والشيوخ وجموع المهنئين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. واستقبل سموهما بقصر المشرف في أبو ظبي كلا من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلى ولي عهد أم القيوين وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة وسمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الإمارات وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد المكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي. كما استقبل سموهما عددا من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة من مدنيين وعسكريين، إضافة إلى الدبلوماسيين والضيوف والمواطنين المهنئين بهذه المناسبة المباركة. وتبادل سموهما التهاني وأطيب الأمنيات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالصحة والسعادة على دولة الإمارات وشعبها باليمن والبركات، وأن يديم عليها نعم الأمن والأمن
الأمان والرخاء والنماء، ويوفق قائد مسيرتها المباركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله لكل ما فيه خير الوطن وشعبه ورفعته وتقدمه. حضر الاستقبال كل من سمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين. هذا وأدى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي صلاة عيد الأضحى المبارك اليوم مع جموع المصلين في جامع الشيخ زايد الكبير في مدينة أبو ظبي، كما أدى الصلاة إلى جانب سموهما كل من سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية أو الإنسانية، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، وعدد من الشيوخ والوزراء والمسؤولين. وبعدها قام سموه والشيوخ بزيارة ضريح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وقرأوا الفاتحة على روحه الطاهرة داعين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه أفسيح جناته. استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة صباح اليوم، وبحضور سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة المهنئين بحلول عيد الأضحى المبارك، وذلك في قصر البديع العامر. وتقبل سموه التهاني بهذه المناسبة الدينية العظيمة من الشيوخ وكبار المسؤولين والوجهاء وأعيان البلاد والمواطنين والمقيمين، وأعرب المهنئون عن خالص تهانيهم وتبركاتهم إلى صاحب السمو حاكم الشارقة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، راجين من المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى دولة الإمارات العربية المتحدة بمزيد من التقدم والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. هذا وأدى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بحضور سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة صباح اليوم صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد الشارقة، وأدى الصلاة إلى جانب سموهم عدد من الشيوخ والوزراء أو المسؤولين. استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان جموع المهنئين الذين توافدوا إلى قصر الزاهر صباح اليوم لتقديم أسماء آيات التهاني وأطيب التبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وتقبل سموهما التهاني من الشيوخ وكبار رجالات الدولة والمسؤولين ومدراء الدوائر والوجهاء وأعيان البلاد والمواطنين والمقيمين، وأعرب المهنئون عن صديقي مشاعرهم بهذه المناسبة الإسلامية العزيزة داعين المولى عز وجل أن يعيدها على سموهما بموفور الصحة والعافية والسعادة، وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.
هذا وأدى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي صباح اليوم صلاة عيد الأضحى المبارك بجامع الشيخ راشد بن حميد النعيمي في عجمان، كما أدى الصلاة إلى جانب سموهما عدد من الشيوخ ومدراء الدوائر وكبار المسؤولين والمصلين. وعقب أداء الصلاة تقبل صاحب السمو حاكم عجمان وسمو ولي عهده التهاني بهذه المناسبة الإسلامية الكريمة من الشيوخ وكبار المسؤولين ووجهاء وأعيان البلاد والمصلين. استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة في قصر سموه برميلة جموع المهنئين بعيد الأضحى المبارك، وتقبل سموه التهاني والتبريكات من الشيوخ وكبار المسؤولين ورؤساء ومدراء الدوائر المحلية والاتحادية وأعيان البلاد والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية. وعبر المهنئون عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة داعين الله عز وجل أن يعيدها على سموه بموفر الصحة والسعادة وعلى شعب دولة الإمارات العربية المتحدة بتقدم والازدهار وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. هذا وأدى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة صباح اليوم صلاة عيد الأضحى المبارك في جامع الشيخ زايد الكبير بالفجيرة. وعقب الصلاة تبادل صاحب السمو حاكم الفجيرة التهاني بعيد الأضحى المبارك مع جموع المصلين الذين دعوا الله العلي القدير أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والسعادة وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. تقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلى عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين بقصر سموه صباح اليوم وبحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلى ولي عهد أم القيوين التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك من الشيوخ وكبار المسؤولين وجموع المهنئين الذين توفدوا على قصر سموه لتقديم التهاني بهذه المناسبة. وتقبل سموه التهاني والتبريكات بهذه المناسبة من الشيوخ وشيوخ القبائل والمواطنين ورؤساء ومدراء الدوائر الحكومية والاتحاد وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية ورجال الأعمال والتجار بالدولة. وأعرب المهنئون عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة الإسلامية العزيزة داعين المولى العلي القدير أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والعافية والسعادة وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات. هذا وأدى صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلى عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد الشيخ أحمد بن راشد المعلى بمنطقة الراس في أم القيوين، كما أدى الصلاة إلى جانب سموه سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلى ولي عهد أم القيوين. وأدى الصلاة إلى جانب سموهما عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين وأبناء القبائل والجاليات العربية والإسلامية في الإمارة. وعقب الانتهاء من الصلاة بدل صاحب السمو حاكم أم القيوين وسمو ولي عهد أم القيوين التهاني مع الشيوخ وكبار المسؤولين بهذه المناسبة السعيدة. استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة في مجلس الضيافة بخزام اليوم جموع المهنئين الذين قدموا لتهنئة سموه بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وتقبل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة التهاني من الشيوخ وكبار المسؤولين في الدولة ومديري الدوائر المحلية والاتحادية والمواطنين الذين دعوا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على سموه بموفور الصحة والعافية وعلى دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعبا بمزيد من التقدم والازدهار وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. هذا وأدى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة يرافقه سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة صباح اليوم صلاة عيد الأضحى المبارك بمصلى العيد الكبير في خزام برأس الخيمة. وأدى الصلاة إلى جانب سموهما عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين ورؤساء ومديري الدوائر الاتحادية والمحلية وجموع المواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية المقيمة بالدولة.
هنأ سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على سموه بموفور الصحة والعافية. كما هنأ سموه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة وأصحاب السمو والشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وسمو أولياء العهود ونواب الحكام بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنيا سموه لهم جميعا ولدولة الإمارات والعالم أجمع مزيدا من التقدم والازدهار والرخاء. تقدم سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبو ظبي بأسماء آيات التهاني والتبركات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بحلول عيد الأضحى المبارك، راجيا من المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية. كما هنأ سموه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة وأصحاب السمو والشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وسمو أولياء العهود ونواب الحكام بعيد الأضحى المبارك، متمنيا سموه لهم وللإمارات والعالم مزيدا من الخير والاستقرار والأمن والأمان. هنأ سمو الشيخ طحلون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبو ظبي مستشار الأمن الوطني صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بمناسبة عيد الأضحى المبارك. كما هنأ سموه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة وأصحاب السمو والشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وشعبها ومقيميها والمسلمين حول العالم بمناسبة عيد الأضحى المبارك. استقبل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم النائب الأول لحاكم دبي رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة صباح اليوم في مجلس زعبيل بدبي المهنئين بعيد الأضحى المبارك، وتقبل سموهما التهاني والتبركات بهذه المناسبة المباركة من جمع من الشيوخ وأعيان البلاد ومعالي الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة من مدنيين وعسكريين، وابتهل المهنئون إلى الله العلي القدير أن يديم على صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله موفور الصحة والعافية على شعب الإمارات أسباب الرقي والتقدم والازدهار في ظل قيادتنا الرشيدة، وأن يمن على دولة الإمارات وشعبها المعطاء بمزيد من الرفعة والتقدم والازدهار. هذا وأدى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية صباح اليوم صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد زعبيل الكبير بدبي، وأدى الصلاة إلى جانب سموهما عدد من الشيوخ والأعيان والمسؤولين وجمع من المصلين المواطنين والمقيمين. هنأ سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ونائبيه والحكام وأولياء العهود وشعب الإمارات والمقيمين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وقال سموه عبر حسابه على منصة إكس: أهنئ رئيس الدولة ونائبيه والحكام وأولياء العهود وشعب الإمارات والمقيمين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعين المولى عز وجل أن يجعله عيد فرح وسرور وأن يحفظ وطننا ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والخير والازدهار.
بعثت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية برقيات تهنئة إلى قرينات أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. وتقدمت سموها خلال البرقيات بأسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات لهن بمفر الصحة والسعادة، داعية الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على بلادهن وعلى سائر بلاد المسلمين باليمن والبركات، وعلى شعوب العالم بالأمن والأمان والازدهار. أدت الطواقم الطبية ومتطوعو عملية الفارس الشهم 3 مع عدد من سكان قطاع غزة صلاة العيد صباح اليوم في القطاع، ورفعت الطواقم الطبية والمتطوعون أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، كما رفعوا أسماء آيات التهنئة والتبريكات إلى أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وسمو أولياء العهود ونواب الحكام وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلين الله عز وجل أن يحفظ دولة الإمارات وأن يديم عليها نعم الأمن والأمان والتقدم والازدهار. ولعلوم الدار بقية وتتابعون بعد الفاصل. في الإمارات وجهات ترفيهية متنوعة لقضاء عطلة العيد. أهلا بكم من جديد. تضم دولة الإمارات العربية المتحدة العديد من الوجهات السياحية التي يقبل عليها الزوار من كل بقاع العالم، ويزداد هذا الإقبال في موسم الأعياد. المزيد عن المعالم الترفيهية المتنوعة في الإمارات في التقرير التالي. تعتبر دولة الإمارات وجهة سياحية مثالية خلال الأعياد، حيث تقدم مجموعة من الوجهات الترفيهية الرائعة التي تجذب الزوار من جميع أنحاء العالم. واحدة من أبرز هذه الوجهات هي IMG World، عالم من المغامرات في دبي، والتي تعد من أكبر المنتزهات الترفيهية المغلقة في العالم. خلال الأعياد تقدم IMG عروضاً مميزة تشمل تخفيضات على تذاكر الدخول وفعاليات خاصة تلائم جميع أفراد العائلة. تتيح هذه الوجهة للزوار الاستمتاع بتجارب فريدة تشمل الألعاب المثيرة مثل قطار الموت السريع والمغامرات الافتراضية ثلاثية الأبعاد ومناطق الألعاب المخصصة للأطفال، مما يوفر لهم يوماً مليئاً بالمرح والإثارة. أما عن جزيرة ياس في أبوظبي فتمثل وجهة سياحية متكاملة، وتحتوي الجزيرة على معالم ترفيهية عالمية مثل عالم فيراري وياس ووتر وورلد، وكذلك وورنر براذرز وورلد أبوظبي، بالإضافة إلى ياس مول. خلال الأعياد تتحول جزيرة ياس إلى مركز احتفالات ضخم يضم عروض الألعاب النارية المبهرة والعروض الترفيهية المتنوعة والحفلات الموسيقية الحية، لمحبي السرعة تجربة مثالية مع مجموعة من الألعاب المستوحاة من سيارات فيراري، بينما تقدم ياس ووتر وورلد مغامرات مائية مثيرة تناسب جميع أفراد العائلة، ويضيف ياس مول تجربة تسوق فاخرة مع أنشطة ترفيهية متعددة. تشمل هذه الفعاليات عروض الألعاب النارية والأنشطة المختلفة التي تجعل من دولة الإمارات وجهة مثالية لقضاء الأعياد، حيث يمكن للعائلة الاستمتاع بوقتهم في بيئة آمنة وممتعة تجمع بين الترفيه والتسوق والثقافة. في رأس الخيبة وتحديدا في منطقة وادي حقيل الشمل التي اشتهرت عبر التاريخ بأقدم الصناعات والحرف اليدوية التقليدية وهي صناعة الفخار، انطلقت مبادرة لإعادة إحياء هذه الحرفة، وذلك من خلال تدشين أكبر فرن لصناعة الفخار بتصميمها القديم وتعليم الأجيال الحالية فنون هذه المهنة. البيئة الجبلية
واحدة من البيئات التي احتضنت حياة الإنسان منذ القدم في الإمارات، وفي يومنا الحالي شيدت نماذج من هذه البيئة في عدد من المهرجانات والجمعيات التراثية لتختزل معها جانبا من طراز المباني والتقاليد والصناعات الحرفية. وهنا في جمعية شمل للفنون والتراث الشعبي والمسرح جاءت مبادرة تدشين أكبر فرن لصناعة الفخار بتصميمها القديم لتعيد نبض الحياة إلى واحدة من أشهر الحرف التقليدية، والتي كانت آخر معاقلها في منطقة وادي حقيل شمل في رأس الخيمة. هذه من إحياء الفنون والتراث الشعبي الذي كان يمارس في إمارة رأس الخيمة، وخاصة ما نراه اليوم هنا في جمعية شمل للتراث والفنون والمسرح، بإعادة إحيائهم لمثل هذه الحرفة التقليدية التي اشتهرت بها المنطقة في فترات ما قبل اكتشاف النفط. وكما هو معلوم أن الصناعات اللي في حقيل وجرار وفخار حقيل وصل إلى العديد من المناطق والسواحل على مستوى الهند ودول الخليج وأيضا شمال أفريقيا. مبادرة جاءت كخطوة أولى عملية لاستعادة أمجاد هذه الحرفة التقليدية التي اندثرت في نهاية الستينيات القرن الماضي. ومع رحيل كبار المواطنين العارفين بفنون المهنة، لم يبقى سوى قليل ممن يتقنون صناعتها. في الصناعة هاي موجودة في شمل اللي هي منطقة حقيل، لها الأساس نحن نبغي أن نعيدها بشكلها الصحيح، يكون الفرن شغال والناس اللي تشتغل شغالة، وتكون المنتجات تعم في إن شاء الله التشكيلة الجديدة التي تم للمجتمع وتدخل للأسر المنتجة. تعد أفران الفخار التاريخية في وادي حقيل شمل ووفق تنقيبات البعثة الألمانية الأفران الرئيسة للصناعة الفخار في الإمارات عبر التاريخ، ومن أقدم الآثار في منطقة الخليج العربي، وقد اندثرت معظم مواقع الأفران في جبال المنطقة، ومعها اندثر هذا الفن الأصيل. ها هي جهود إحياء الأفران التاريخية توقد الأمل مجدداً لواحدة من أقدم الحرف التقليدية التي تحكي تاريخاً عريقاً لصناعة الفخار بالمنطقة. لنشرة علوم الدار، أحمد الطنيجي، رأس الخيمة. وإلى هنا مشاهدينا الكرام نصل إلى ختام علوم الدار، شكرا لكم على حسن وكرم المتابعة، كل عام وانتم بخير ومبارك عيدكم.